انت اول واحد يعني النيران اشتعلت في منزله، صح؟ قولي ايه اللي حصل بقى. احنا مش اول بيت يولع. احنا يمكن البيوت اللي في العزبه اللي ولعت، بس كانت اكتر ناس كانت بتولع هم عن باب الصيف، وبعد كده بقى البيوت بعدها كده اتنقلت في البلد. اما انا بقى شقتي دي ولعت للتو امبارح بعد صلاه العشاء بنص ساعه كده. ايه اللي حصل بقى؟ احنا والله شلت المراكب بتاعتي ونزلتها تحت زي ما شالت يعني، وسبت هنا الانتريه. وبعد الاذان اكتشفت طبعا، انا نزلت السلم اكتشفت لقيت النار طالعه من الشبابيك والبيبان، وطلعنا الناس كلها طبعا كلها في الشارع، جم جري مع الناس، بلد كلها جرت على هنا، بس ما قدرناش نتغلب على النار. المطفي جات وحطت السلالم من بره وطفوا، بس من شده النار بقى كانت الحيطه فرقعت والتخفيف ذات نفسه. تفتكر ده سببه ايه؟ مش الله اعلم. يعني هو كان بيت في القريه ولا؟ والله كلام يا كلام كتير، اللي بقول لك عفاريت، واللي بقول لك جان، واللي محضر الجان ومش عارف يصرفه، محدش عارف الله اعلم. احنا بنكتشف نلاقي النار طالعه لوحدها مره واحده، حتى لو تخش على النار مش نار طبيعيه، حاجه صعبه جدا يعني. اسم حضرتك ايه؟ عايده السيف. قولي لي انت عندك شقتين حصل فيهم حريق. ايه اللي حصل بقى؟ احكي لي كده ايه اللي حصل. اللي حصل عيالنا راحوا يصلوا العصر، فبنتنا تحت واقفه في البيت اللي تحت، جت تبص لقت الناس جري ودخلها طالعه من الشبابيك. يا اولاد قالوا حريق عنده عند دار محمد. خش لقوا الشله طالعه في الصاله، شيلت حاطين شله في الصاله كده، خش لقناهم والعيل. المرات بالليل في صلاه العشاء لقينا السرير باوضه النوم بتولع. قولي لي بقى بيولع ازاي؟ هل المراتب كلها بتولع؟ هل كل الحاجه اللي في الاوضه بتولع ولا المراتب بس؟ المراتب من يم الحيطه كده، هدوم بتولع عليها، بطاطين بتولع، المهم لو ما لحقتهاش بتنكنس. بتنكنس كلها. اللي لحقت تاكل نص مرتبه، تاكل حاجه من المرتبه كده، تاكل السرير كله، تاكل تكنس الاوضه كلها، ممكن تكنس الشقه كلها تنكنس. حصل حريق في بيتك كم مره؟ حصل في يوم يجي 7 مرات. البلد كلها عندها طفايات بنطفي، ماشيين الطفايات على طول في ايدينا على طول بنطفي. يعني انا بطلع الفرشه فوق، جت ابص لقيت البلكونه ولعه، الفرش ولع فيها في البلكونه. شويه لقيت الاوضه جوه ولعه، شويه بنت حاطه المخده على السرير وبترضع بنتها لقيت المخده ولع على السرير. كله على طول ورا بعضه ورا بعضه كده.